نرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا صحتك أولا. اليوم بدنا نحكي عن الحمل، كيف الوحدة بتعرف حالها أنسانت. بدي رحب بضيف الدكتور جورج يارد، اختصاصي جراحة نسائية وتوليد. أهلا وسهلا فيك دكتور جورج. أهلا. اليوم بدنا نسألك أول سؤال، هو كيف الوحدة بتعرف حالها أنسانت؟ من خلال العوارض أو من خلال فحوصات الدم أو من خلال الإيكو؟ في على طول في ثلاث وسائل حتى واحد يوصل للتشخيص. نعم. ممكن حمل ولا غير حمل. اللي هن بنسميهم نحن العوارض السريرية، يعني المريضة شو بتحس وعلى الفحص شو بيبين. هيدا نعم. واحد. اثنين عنا موضوع الإيكو. ثلاثة فحوصات الدم. نعم. بمختبر أشعة. أشعة بس مش بالحبل. أشعة معناته إيكو، صورة صوتية. والعوارض والفحص السريري. العوارض هن اول شغله بتاخر عليها الدوره. نعم. بعدين في بلشوا عوارض الحمل، يعني هن وجع بالصدر، العين نفس، تعب كل الوقت، بيجي وراهم على الفحص بيبين انه البطن بلش يكبر، واذا تقدم كتير بصير بين العوارض الاكثر، بيبين الرحم البطن عم بيكبر اكثر، بصير يبين زيح البنه اللي بالنص، والزي اكيد زياده الوزن وهالاخبار يرجع. نعم. هيدا شيء على العوارض، يعني شو بتقول المريضه. على الفحص السريري شو بيقشع الحكيم. اثنين بالايكو في شيء اسمه بلايند بيريد، يعني محل بيكون الفحص الحمل ايجابي بس بالإيكو ما يبين شيء. هيدا حولها لخمس أسابيع حمل. هلا نرجع منقول خمس أسابيع، مش إنه إلى خمس تجمع حبلة، إلى ثلاث تجمع حبلة، بس إحنا عطول منزيد أسبوعين بالحسابات تبعنا. بعنا الإيكو صورة صوتية. نعم. بيرجع ثالث وسيلة لتشخيص الحمل اللي هو بفحص الدم. هلا في فحص بول ممكن كمان يشخص الحبل، بس ما بيعطينا اول شيء ما بيعطي نتيجه اكيده لا بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف. النقطه الثانيه ما بيحدد كثير قديش الحمل، ما بيعطينا اياها رقميه، بيعطينا ايجابي سلبي فقط. الرقمي يعني قديه بناخده بفحص الدم. هلا بهالفتره هيدي اللي هي بلايند بيريد، اللي هي الفتره العمياء، يعني بيكون ايجابي بس ما في عوارض، هون بنتكل اذا في مشاكل دم وجع نتكل على الفحص الدم اكثر، لنتابع لنشوف اذا الحمل هيدا جيد ولا لا. لانه مش بس مهم يكون في حمل. نعم. ممكن يكون في حمل. تاني سؤال، وين؟ ممكن يكون داخل الرحم، ممكن يكون خارج الرحم. تلاتي. هون المشكله. ايه. تلاتي، ممكن هيدا الرحم مكفى ولا لا؟ هيدا الرحم جيد ولا فيه مشاكل، فيه تشوهات لا سمح الله وغيره. بيرجع دي عمره، هل عمره من عمر الحسابات، هل الحسابات مطابقة مع الصور وغيره من الأمور اللي المفروض تتحدد. طيب كيف العوارض بتبين إذا داخل الرحم أو برات الرحم؟ إذا داخل الرحم بكون هلأ العوارض خير الدورة باثنين. الحمل خارج الرحم اوقات الست ما بتنتبه لانه بيعمل تمشيح، وقت لازم تجي الدوره بتفتكرها المريضه انه هيدا حمل، بس بعدين ببلش الوجع وقت الحمل بلش ينمى بالانبوب. هون بصير اوقات بيخزق الانبوب، بصير في نزيف داخل البطن، بقى بتجي المريضه عندها وجع بطن كتير قوي، فحص الحمل ايجابي. شفت كيف عم بعطيك اياه هون؟ السريري فحص الدم ايجابي، بالايكو بيبين انه في دم بالبطن او في دم مجمع حد الرحم. خلص هون بصير تشخيص انه الحمل الخارجي صار اكيد، مفروض نعمل نظور، بننظف الامور وبنظهر. هيدي هلا ضمن الاشياء كمان مفروض تنعمل، مش بس واحد بده على طول من اول خطوه بيطلع المشهد كامل، بيرجع بيقسمه وبيرجع بيطلع عليه كامل ليشوف اذا التشخيص كان مناسب، كان مزبوط، واذا العلاج كان مناسب حسب التشخيص، وبعدين كيف كانت النتيجة على اساس هالعلاج هيدا. عطول بكون فيها ثلاث خطوات هيدا بالعلاج. نعم.
هلا امرار بتصير شغله انه الواحد بتطلع انسانت بس بتكون بالبيريود، يعني بتكون بالبيريود وبتطلع الى 4 اشهر انسانت، كيف هي؟ اي هلا مثل ما قلنا ممكن الحبل الخارجي يعمل هيك، يعني بيعمل دم وبس ما بتكون مثل البيريود الطبيعيه، يعني بيعمل مشحات والمريضه بتفتكرها راجل انه خربطت عليها شوي، هاي بدها تبقى بالبيل. النقطه الثانيه يلي هي الحمل طبيعي، هلا اوقات الحبل هو عم بيثبت بيعمل شوي دم وهيدا الدم المريضه اوقات بتعتبره انه عم بتخربط عليها. اكتريه الحالات اللي عم تتفضلي فيها هلا هي الحالات اللي بشكل طبيعي بيكون الست عندها تخربط بالدوره اصلا، عندها اياها هيك بس تاخر لها بالعاده تاخر عليها شهر شهرين. هول الحالات اللي بصير عندهم حمل وما بينتبهوا، هو اللي بيجوا شوي متقدم لانه اصلا معود يعني ما بتكون عند الراجل يعني بتمشي عادي. بس شوف الدم خلال الحمل هو شيء بنشوفه كثير بقى، كثير من الستات بيفتكروا انه هالدم هيدا هو كانه دوره. ما في غير المعاينه عند الطبيب السريريه والصوتيه وزيد ناقص المخبريه يلي توصل لتشخيص نهائي. نعم. بأي حالة بيكون مثبت الحمل ضروري؟ بحال بهالحالات هاي اللي كنت عم تحكي فيها بالأول إنه هالدم اللي بيبين، بس يصير بس يكون في حمل داخلي للرحم. نعم. وبتواكب مع دم أو وجع، هيدا منسميه نحنا بالطب threatened abortion، يعني تهديد للحبل، منس. نعم. منس دابورتمان، يعني كأنه الحمل رح يروح. هون منتدخل ومنعطي مثبت. نعم. طيب هلا بالحمل أوقات بس اوقات بكون في سوابق، يعني بكون في ترويح متكرر وهذا مفضي اوقات منعطي مثبت دغري من دون ما ننطر هالعوارض هاي. اوكي. وامتين ببين نبض الجنين؟ يعني هلا نبض الجنين اي متى بتقشعيه اي متى بتسمعيه. نعم. والحركة أي متى بتحسيها وأي متى بتشوفيها، هيدا كله سوا مرتبط بالإيكو. الجنين هو وعم بيتكون بيقطع بمرحلتين. أول مرحلة بيكون عم بيتكون، نعم، عم بيركب قلب دماغ إيدين وغيره تيكتمل، بيكتمل عادة بآخر الأسبوع التاسع، ومن هالأسبوع التاسع لا الشهر التاسع ما بيعمل شيء البيبي غير انه ينمى. بهالفترة الاولية اللي البيبي بيكون فيها عم بيتكون نسميه امبريو، هاي اساسية. بهالفترة هاي القلب بيبين نبضه حسب كيف عم بعمل انا صورة صوتية. اذا عم بعملها عن طريق البطن بتبين حوالي 7 اسابيع، إذا عم بعملها عن طريق الداخلي الإيكو الداخلي بيبين قبل بجمعة، يعني على 6 أسابيع. الإيكو الداخلي أوقات بنلجأ له بالحبل الصعب لأنه بيقشعنا تقريبا أسبوع أبكر من اللي بنقشعه بالإيكو عن طريق البطن. ما بيأثر على الأنسانت؟ أبدا. هلأ في اللي ممكن قد يؤثر هو تسميع النبض عند البيبي. اوقات في دراسات صغيره بينت انه اذا بنسمع النبض باول الحمل ممكن هيدا ياثر على الحمل وحمل يوقف. نعم. حسب قديش عم نحط هالنبض هيدا، يعني مش واحد يكون عم بيسمع النبض يطول بالتسميع هيدا. ليه؟ لانه هيدا الايكو قد مش هالشيء منه اكيد، بس الحذر افضل بهيك وضع انه ما زال شفنا النبض بكون الحمل تأكد. وهلأ اليوم صار كل شيء عم يتسجل على USB، في تطور يعني المكنة بتعطيك إياه هون، ما بقى في وفينا نعيد الصورة مرة اثنين ثلاثة بس نقطع بس ايه، وفينا نعمل 3D و 4D 3D يعني صورة ثلاثية الأبعاد، 4D يعني شعر البيبي عم بيتحرك، 3D وعم بيتحرك. هولي كلهم تقنية جديدة والحمل منه مرض، يعني هول التقنية بالحمل مش انه نحنا عم نعمل نوع من
الزيادة. لا، هو الحمل أصلا منه مرض، بقى هالأشياء وخاصة الإيكول 4D، الزوج اللي أكترية الأوقات بحس حاله غير معني وبشوف الصورة، إذا مهندس عم يطلع على صورة يمكن ما تعني له أو ما يقدر ما يتفاعل معها، بس الفور دي بتلقط له انتباهه لأنه ببين البيبي مثل ما هو، وهيدا بيخلي أنه دوره يكون أساسي بدعم ومتابعة الحمل كزوجين مش كشخص واحد بيجي عند الطبيب كأنه جاي يعمل فرض. بتعرف دكتور، الأهل بيكونوا ناطرين، يعني المرأة الحامل وجوزها بيكونوا ناطرين أمتى بده يطلع الولد، إذا صبي أو بنت، أمتى بأي أسبوع ببين هالشي؟ هلا كنا عم نحكي عن كيف البيبي بيتكون. بالأسبوع الـ14 بيصير صبي أو بنت. هلا إحنا قلنا بالآخر الأسبوع التاسع بتنتهي، إلا هاي بكون في شيء مثل الإصبع هيك. في منهم، في دراسات كتيرة، في ناس بشوفوا حسب العظم تبع الحوض إذا فاتح ولا مسكر، في منهم بيقولوا نبض القلب، في منهم بيقولوا الانجل إذا هالإصبع هيدا نزول ولا طلوع، كله منه أكيد، كله منه 100%. اللي هو 100% هو وقتها من بعد 14 أسبوع وقتها بنعمل الإيكو وبنطلع على الأعضاء هل هو ذكر ولا أنثى، ببين في حكمة. نحن من بعد هالخبرة أنا اللي بقول لك ما في شيء غير ما له معنى، ما له هدف، يعني صبي ولا بنت، إن كان هاي ولا هاي، في هدف من وراها، والأهل مفروض يتقبلوا مع الوقت. حتى اللي عنده كتير بنات أو اللي عنده كتير صبيان وبده بنت أو بده صبي، بشوف مع الوقت، يعني بس يحضر الفيلم للآخر قديش كان هيدا الولد أو البيبي أو غيره اللي كان بيتمنى يكون غير، قديش طلع اتكاله ويمكن أحلامه حققوا إياها أكتر من البقوة. بقى في حكمة، هيدا نحن اللي منقوله للناس، ومفروض واحد يتقبل الأمور مثل ما هي ويتأقلم معها بسرعة. أكيد، ويشكر ربه. وفي شهر تاني كرمال التاست، في هلأ تاست جديد ببين إذا صبي أو بنت، هل شي مزبوط؟ في منه أكيد، منه أكيد لأنه منه دقيق إذا بديك، وفيها حتى نروح لأكتر من هيك، في حسب شو هو التست اللي عم نعمله. إذا عم ناخد خلايا من الجنين، الجنين هو قاعد جوا في خلايا صغيرة منه بتتكسر وبتقطع بالدورة الدموية تبع الأم، في فحص فيه فوت أنا أخد دم من عند الأم ابعته على الزرع وادرس الخلايا اللي هي بتشبه خلايا الام الامبريو الجنين، هون ايه في يحدد مزبوط اذا صبي ولا بنت. لا، في تيست جديد نازل هو مثل التيست اللي بيبين دغري انه انسانت، فحص بول. ايه هيدا منه ما بيبين، هيدا منه ضيق، هيدا منه منه على شيء علمي. اوكي، لانه يعني اذا بتاخذي الامور الافرازات بالبول بين بنت والشاب يعني ما راح يبين في فرق، كيف بدك تفرقيهم؟ طيب، بيقولوا اذا الام سمعت ميوزيك الولد بيطلع راي، هل شيء مزبوط؟ ميوزيك او بس اي نوع من الميوزيك سمعت؟ اذا راي اكيد. يعني بقول لك انه الحمل يعني هارد روك، يعني بيطلع البيبي مش بيطلع عجيق يمكن. ما بعرف. لا، خليني اقول لك الراب كيف يطلع البيبي، صراحة بده يحسبها. الحبل هو 40 أسبوع. نعم، هول الأخبار حلوين ونحن هلأ في غيرهم بعد، في أسئلة غيرهم الناس يمشوا فيها لأنه بيخلقوا جو ما منه مأزي والناس تتسلى وخليهم يتسلوا، يعني ما في مشكل. مثل ما قلنا من الأول، الحمل بحال ما قطعنا على الحمل الصعب هو حالة طبيعية. هلا 40 أسبوع، إذا كل يوم عم بتسمع هالبيبي موسيقى إن كانت منيحة ولا مش منيحة، رايقة ولا مش رايقة، خلال 40 أسبوع وبالآخر بعمل دراسة ما بعد الولادة هالولد هيدا بقارنه
حبل تاني كانوا عم بيسمعوا غير موسيقى بعدد كبير من العالم على فترة طويلة، هاي دراسات علمية. دراسات من مثل اللي عم بشرح لك اياها ما في، بيبقوا دراسات صغيرة وأكترية الأوقات ما بيكونوا منشورين مثلا بمجلات علمية كبيرة. بس برجع بقول لك بالحبل في له نوع من ال هيك الهضمني، يعني الحبل مفروض الست تكون مرتاحة فيه. إذا هيدا الشيء مثلا في خبرية تانية عند الستات اللي كتير بيستفرغوا، في دراسة كمان صغيرة بيّنت أنه الولاد بيطلعوا أحسن بالمدرسة من الستات اللي ما بيكون في عندهم استفراغ كتير قوي. طب نحن هاي الدراسة حتى لو صغيرة هالشي جديد حلوة. ليه؟ لأنه بتساعد الست أنه تقبل هالعين نفس اللي هو مزعج، نوع من المكافأة، يعني بيعطيها بالمقابل نوع من المكافأة. بس هيدا ما بيعني أنه نحن بنلجأ لمعلومات خاطئة لحتى نخلي المريضة تكون مرتاحة أبدا، بس المعلومات فيها ما تكون دقيقة، ما تكون كافية، بدها فحوصات أكتر، بدها دراسات أوسع. إيه بنخدها بس ما بنبني عليها علاج. العلاج بيكون حسب الجايدلاينز، حسب البروتوكول العالمي اللي نحن نمشي فيه. نعم. كان أمريكاني ولا أوروبي ولا بريطاني ولا غيره ولا فرنساوي. بس واحد بده يرتكز على الافيدنس، على الدراسات. طيب واذا كانت الام عصبيه بيطلع عصبي؟ كمان هول الاسئله بدنا نسالهم. ايه كمان هي مثل ايديك ذات ذات الفئه من الاسئله، كمان ما في دراسات كافيه بتبين هيك. هلا في شغله الكاركتر، الذكاء. نحن بنعرف انه الذكاء هو اربع انواع. نعم. يلي هو الكاركتر واحد منهم. كاركتر يعني عندك الايموشنال انتليجنس، عندك السوشيال انتليجنس، عندك النوليدج انتليجنس، عندك السبيريتشوال انتليجنس. هول كلهم سوا، وبالاخر عندك الاي كيو الانتلكتوال انتليجنس. هول في لهم سكورينج سيستم، يعني محددين. اذا واحد بده يقول ايموشنال والسوشيال، ايموشنال مثلا بيقولوا مرتين ثلاثه اقوى من الاي كيو من الانتلكتوال. بس هول منمرين مرمزين، يعني بده تيست طويل عريض لحتى نوصل للمقارنه. هل انعملت الدراسات على الاساس هيدا؟ انا من هلا بقول لك اكيد لا. بعد ما انعمل دراسات معمقه هالقد ونتابع الولادة على هالفترة الطويلة، شو مفعول التعصيب على البيبي على المدى البعيد أو القصير، شو مفعول الأغاني الصاخبة أو الرايقة على الكاركتير تبع البيبي اليوم أو بكرة، مع العلم أنه هيدا كله سوا متشابك مع الانفايرمنت. يعني وقت اللي بيخلق البيبي البيئة اللي بيعيش فيها كمان بتحدد شوي من شخصيته. كله سوا مرتبط ببعضه، ما في واحد مثل كأنه عندك بتعرفي هذا ككوب الصوف معمول من كذا حبلة، بيجي بياخد حبلة واحدة وبيعممها على كل شيء. ما هي مش هيك بتصير الأمور، في كذا عامل بدهم كلهم ينحسبوا ويتاخدوا بالحسابات وعلى أساسه بيوصل للنتيجة. والنتيجة بدها تكون علمية مثبتة، مش أنا هيك رأيي. أنا هيك رأيي ها ما بتمشي بالطب، بدك تثبتها. طيب وإذا كانت الأم زعلانة الصبي او البنت بيطلعوا منطوع على حاله؟ هاي مهمة. اذا الحامل زعلانة، هلا اوقات الهرمونات تبع الحمل بيخلوا الست انها تتعب وتحس بشوية كآبة خاصة ما بعد الولادة، بس هاي الطبيب ما بيخليها تقطع هيك على الفاضي، لانه ممكن تكون مخبية ديبريشن كآبة، وهالكآبة ممكن تزيد بالحبل. هون لا، هون مفتح عيوننا بصير مراقبة ادق. في اشياء بناخدها هيك خفيفة، بس في اشياء تانية منركز كتير عليها خلال الحمل، خاصة بس تفوت بالامور النفسية مثل اللي عم تحكي عنها هلا. بسبب يعني انطواء على الصبي الحمل ما قبل وخلاله وبعده بيزيد نسبة الكآبة، خاصة عند الستات اللي عندهم استعداد. طيب واذا كانت بتدخن وبتشرب الكهول وحبله
شو بيصير بالبيبي؟ مفروض توقف، مفروض توقف، لانه اثنيناتهم بيأذوا البيبي. هلا حسب العادات، يعني مثلا بفرنسا بيقولوا لك لحديد كاسن بيد يعني 15% عم نحكي الكول بالنهار حسب البيئه والكالتشر تبعيتهم مقبوله. امريكا زيرو توليرنس، ماشي ما في بيره يعني اللي هي 4-5% ممنوع. نعم. بلبنان؟ بلبنان 0% توليرنس، ممنوع الكول بالحمل، لانه الكول حسب الدوز تبعيته بصير ياثر على البيبي. كيف بيأثر؟ الريسك، الريسك مخاطر، هي قديش هالشي ممكن يصير وشو، وشو الامباكت، شو نتيجته على الولد. وقتا بيكونوا اثنيناتهم عاليين واحد بيتجنبه. بموضوع الالكول نحنا بهالفئة هي المفروض واحد يتجنبها نهائيا. بالنسبة للدخان غير وضع، بعد أسوأ. الدخان بيخلي البيبي يكون صغير، اوقات بيعمل انسداد بشريين يلي بيوصل دم للبيبي، وممكن الخلاص يقبع الدخان. اف هالقد؟ الشغلة الثانية عندك الكوكايين مثلا، كمان ممنوع بالحبل، كمان بيعمل ابربشن، بيخلي الخلاص يقبع بكير. كل شيء مخدر بيأثر على نسبة الذكاء تبعو البيبي؟ اي وحدة؟ الدخان؟ لا. او الالكول؟ لا، ما في شيء مباشر. ما في شيء مباشر، بس هلا بنرجع بنحكي عن كل شيء بيئه. نعم. يعني اللي ما فيها توقف دخان وما فيها عم تشرب الكول بالحبل، انه فيكي تتخيلي بالبيت كيف راح يكون الوضع ما بعد الولاده. كله مربوط ببعضه. بقى من الناحيه الطبيه نحن اللي بنقوله، واحد ممنوع الدخان، ممنوع الالكول 0%. ارجيله ضمن الدخان، في ناس بيفتكروا انه الدخان يعني ارجيله ما دخان، لا دخان. وفي عندك نوعين من المدخنين، عندك اللي عم بيدخن وعندك اللي قاعد حده. الباسيف، باسيف سموكر مثله مثل اللي عم بيدخن. يعني اذا قاعد مره حبلي وحدا جوزة عم يدخن بالبيت باوضه صغيره، كانها هي اللي عم تدخن، هي ذاتها باسيف سموكر او اكتيف، اثنيناتهم ممنوعين بالحمل. يعني اذا شافت حدا عم يدخن او قاعد معه كمان هي ممنوعه. طيب بيقولوا اذا البيبي سمع صوت بيو، بس يخلق البيبي ويسمع صوت البي دغري انه بيطلع عليه او هيك بيعطي ردة فعل، هالشي مزبوط؟ اي كمان هيدي ذات الفئة تبع الاسئلة. نعم. عن السوابق، يعني ان كان بموضوع الموسيقى ولا ستريس ولا غيره. هلا بالنسبة للاصوات، البيبي ما بيسمع يلي نحن بنحكيه. ايمتى بلش يسمع؟ بالاسبوع 26. يعني قبل السابع بشوي. البيبي قاعد بمي، باوضه، بغرفه، بكيس مي. فوقه في الرحم يلي هو عضل، فوقه في مصارين، في جلد يلي كلهم عازل للصوت. مثل ما انت ما بتسمع مصارينك عم يتحرك، وكمان البيبي ما بيسمع صوتك مباشرة مثل ما انت مفكرة. يلي بيسمعوا البيبي هو خشة. مشان هيك بامريكا بس يخلق البيبي بيعطوه مثل مكنة صغيرة حتى ينام. هيدي المكنة هي مسجلين الصوت يلي بيسمعوا البيبي داخل البطن. هلا اذا بتسمعيها هي مثل كأنه تلفزيون وطفى بالليل، كيف بصير يخش؟ هيدا هو الصوت اللي بتسمعي. قديش هالشي ممكن يأثر على البيبي ما بعد الولادة؟ بيبقوا الدينين والذاكرة تبع البيبي هن اللي بدهم يقرروا. بس دي فينا نثبت هالشي انه البي ولا الام، وهون بيضحك هون ما بيضحك، تبقى الامور هي منا موضوعية. بعد ما نعمل دراسة عليها بيحبوا الاهل يشوفوا انه ايه لك انا ما فيها ضرر، تعطي رأيك من ناحية طبية انه ما في عليها دراسات. نعم. بشكرك دكتور جورج. مرسي لكم. بشكركم مشاهدينا لمتابعتكم حلقتنا. موعدنا بيتجدد معكم بالحلقة الجاية.